احنا بنحاول ان احنا نوعي الناس في موضوع صعوبات التعلم بالنسبة للاطفال، وايه اللي بيحصل فيها، وكيفية التعامل مع الاطفال اللي هم نتوقع ان هم حاسين انه عندهم صعوبة في التعلم. واحنا هنذكر المرة دي ايه هي الاسباب المحتملة لصعوبات التعلم كنوع من المعلومة اللي احنا نعرفها. وطبعا احنا لو غلبنا في التعامل مع الطفل بعد كل هذه المعلومات لابد من التوجه للطبيب. حتى الان ما اتضحش ايه اللي بيسبب صعوبات التعلم، ولكن الباحثون بيتوقع ان التاثيرات الجينيه، تطور الدماغ، التاثيرات البيئيه قد يكون لها بعض التاثير على النمو، ويمكن ان تلعب دور في حصول صعوبات التعلم لدى الفرد. بيبقى احيانا الطفل مولود ذكي جدا، عنده استعداد كويس قوي للتعلم، ولكن ممكن هو بينمو في بيئة ممكن تكون فيها فقر وجهل، زي ما احنا قلنا قبل كده موضوع الإجنورانس والبافرتي. والفقر والجهل مع بعض دول مش هيؤدوا إلى أي تعلم بطريقة سليمة لدى الفرد، وممكن الطفل هينمو نمو غير طبيعي من الناحية الذهنية، وممكن نلاقي بعد كده عنده صعوبة في التعلم حتى لو كان اصلا طالع ذكي. البيئه اللي هي غير مناسبه اللي نما فيها مش هتساعده على انه يطلع شخص سوي. وبرغم ظهور صعوبات التعلم غالبا على مستوى العائله، الا ان الباحثين غير متيقنين مما اذا كانت هذه الاسباب وراثيه، او لان الاطفال بيتعلمون عاده من والديهم ويقلدوهم. يعني ممكن تكون ناحية وراثية بتكون غصبا عن الجميع، وممكن ان هو والديه مش عارفين يعلموه كويس لان هو بيقلدهم في التصرفات وفي التفكير بتاعهم، وهم بيكونوش على وعي كافي لهذا الموضوع. وقد يكون بالتطور الدماغ قبل الولادة وبعدها ايضا تأثيرا على ظهور صعوبات التعلم، حيث ان الاطفال الذين ولدوا قبل اوانهم، او الذين يعانون انخفاض الوزن عند الولادة، او الذين تعرضوا لاصابة في الراس قد يكونون أكثر عرضة لصعوبات التعلم. أهي أسبابها هي اللي بنبينها برضه. وتعد التأثيرات البيئية زي السموم وسوء التغذية في مرحلة الطفولة المبكرة من العوامل المحتملة في تكون صعوبة التعلم. دي مجموعة من الأسباب المحتملة طبعا على سبيل يعني الحصر. مش هنقدر ان احنا نقول كل الاسباب، ولكن احنا هنا قلنا اسباب غالبا بتكون هي السبب في موضوع صعوبات التعلم. هنتكلم المره الجايه على انواع صعوبات التعلم عشان نبقى على درايه ايه اللي بيحصل. مع السلامه.